استعد لمشاهدة مقاطع غريبة ومدهشة ولقطات فريدة تم تصويرها بواسطة الكاميرات في أماكن غير مألوفة. انضم إلينا في هذه الرحلة المثيرة واستعد وكبر الشاشة وهيا بنا لنبدأ. أخبرنا كيف ستكون ردة فعلك إن كنت تمر من هذا المكان وصادفت أمراً كهذا. يا لها من قفزة غير متوقعة! استعد لمشاهدة أكبر اشتعال للنيران لم ترى مثيلاً له من قبل. لا يوجد مكان للسيارات هنا. هل سبق لكم مشاهدة مثل هذا المخلوق المائي الغريب الذي يقدر طوله بـ 2.6 أقدام ووزنه بما يزيد عن 11 باوند؟ حدث تماس بين أسلاك الكهرباء على مستوى هذا العمود بشكل لا يصدق. لن تصدق منظر القطار أثناء مروره على سكة مكسوة بالثلوج. هكذا تتم عملية نقل هذا المنزل من مكان لآخر. إليكم كيف سيتم إسقاط هذا الجدار الضخم. مذهل! واحدة من أكثر الوضعيات غرابة لتحضير الشاي واحتسائه. فهم الدب بأن الشخص يأمره بالخروج، ويبدو أنه قد أزعجه تصرفه هذا. شكل الأمواج لا يبشر بالخير أبداً. يتميز سائق هذه الدراجة بالمهارة والثقة أيضاً. سيختار ذلك القط النزول بطريقة لن تخطر ببال أحد. ما عثر عليه هؤلاء الأشخاص لن يخطر ببال أحد أبداً. إنه أكبر برغوث بحر تراه على الإطلاق.
جيش من الجنود يركبون جمالاً، ما رأينا هذا من قبل. قد تكون حبة موز واحدة طعماً جيداً يمكن استخدامه من قبل الصيادين. عاملة بحديقة الحيوانات، وجدت نفسها مهددة بسبب غوريلا أثناء مزاولتها للعمل. وبالنهاية قامت الغوريلا بأخذ ما كان بيد العاملة بعد أن تركته وغادرت المكان. يستمتع بالسباحة وباحتساء مشروبه المفضل في آن واحد. إليكم لحظة سقوط عنفة هوائية وما خلفه هذا السقوط. لا نعلم ما الذي حدث مع هذه المروحية حتى حطت بهذا الشكل المرعب. كم من الممكن أن تقدر سرعة هذا القارب في نظرك؟ واو، هذا مذهل، ونحن لا نشاهد مثل هذه الحركات إلا بالأفلام. سيكون هذا هو أغرب كائن قد تراه عيناك. بالكاد لم يسبق لك مشاهدة انفجار قوي يرتفع لهذا العلو. من أجل تحريك هذا السلك، احتاج الأمر كل هذا العدد الكبير من العمال. هذا ما تكون عليه الزوبعات في الصحاري. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة كي يصلكم كل جديد. نلقاكم في فيديو مقبل إن شاء الله. مهلاً، نقترح عليكم أيضاً مشاهدة هذه المقاطع.